هدفان لكل منتخب بعد مرور 9 دقائق. مباراة دفاعية إلى أبعد الحدود، لكن شاهدنا فيها تألق حارسي المرمى إلى حد الآن. ماجد حمزة من جانب المنتخب التونسي، كريم الهنداوي كاتونغا حارس المنتخب المصري. عمليات التقاطع، تغيير المراكز من جانب المنتخب المصري عفوا، وهذه يبدو لي فيها إيقاف لمدة دقيقتين. تدخل خشن، فيه نوع من الخشونة من خالد الحاج يوسف، يلعب في مركز 3 في الدفاع. قلت هذا من اللاعبين الذين تنقصهم الخبرة وأيضا المباريات الكبيرة. يقع إيقافه لمدة دقيقتين. أي يا الحكم رأى عكس ذلك. خالد حاج يوسف إذن قاسية قاسية صراحة قاسية. تدخل يعني أعتقد أنه في نوع من الخشونة، لكن لا يستحق البطاقة الحمراء، ليست لهذه الدرجة سيد الحكم. كنت قاسية على المنتخب.